طبعا صديقي راح يسافر الأربيل، وسويت له هاي الهدية قلادة ذهب، صراحة أغلفها وشوفوا جمالها بالأخير شو راح يطلع. طبعا زيوني يحب سمسم كلش هواي، اشترى له هدية قطعة ذهب وجاي يكتب له فتشي عليها. خل نسمع ايش كاتب. أنت الصديق المختلف. أنت الصديق ناس إنما أنت إنما أنت. إنما أنت شنو؟ ما أدري شو صار الكتف. الله ما شاء الله. أنت الصديق المختلف. أي. الناس ناس عندما عندك. صدق. خطك طلع. حلو. خلها حطلع هاي. شنو هاي؟ هم حلو صح. رجال وبعد ما عرفك المشاعر تنتظر بس فرصة بأيام بضحكتي بحضن مفتقد. زين سمسم جيت للبصرة بس جنطة واحدة، هاي الثانية شنو؟ سو الثالثة عاصفة ملابس. زين هاي شنو بيه؟ حبيع بربي. وبعدكو جنطة جاية والله. ما أدري شو أقول لك. زين شلون راح هسه تمشي بيه؟ ما أدري. الباقة انت شلون راح تشيلها؟ هاي تموت. هاي الباقة شلون راح تشيلها؟ هاي تموت. هاي مشكلة. تمر بصراوي ماخذ. عمي يستاهلون اهل اربيل والله. فنان صوت البدر. وضروري تقرا هاي شنو مكتوب. يما الحب يما هاي وصلت هاي باوع بيها حرفك وسنسلة. ايش وقت ما اشوفك لابس شوفك تشوفني اموت عليك. يلا باي باي عمري ندور على سمسم. ايش قد وصلنا؟ ثلاثة والرابع بالطريق. انام لو ما راح انام؟ ما تنام. قول والله اسبوع اظل ان شاء الله. يا اخي بصراحة يعني كل ما اجي هنا اشرب فد ثلاثة هيك لان هي ما تنمل طعم. بس خلي ادليكم وين. اي والله ترى قسم بالله مو اعلان، هذا بيت يصير مكانهم بالكورنيش. تمام. يعني قبل لا توصلون الشيراتون قبل لا بيت القهوة صديق المشروع كأنك هاي الوردات. يا بع سعبان مو مسوي لك اعلان انا ترى بس. لا والله مو اعلان. دائما فدوى عينك. ان شاء الله تنام بالعشرة ونص. هسه مو قصه تنام، شنو هاي جمال القهوه انتم ليش ايش طيبين؟ والله انتم حلوين. يا صح مره بس من اشربها حاليا تصير. من اشوفكم؟ فدوى عمرك يا حبيبي. الله يوفقكم شباب. على الانستغرام هم اشوفه. اصدقائي بالسناب. شرفكم منتجون الكورنيش تعالوا زوروهم شوفوا يعني ولد الاوتفيت هذا الاوتفيت ثانية درجة عليه طبعا. عليه طبعا. شو تقول علاء شو تقول؟ ايش قهوة؟ والله الثالث هذا شرب تقسم. هاي اوتفيت كله ما عليه درجة طبعا علي درجة. انا الاستاذ وبيدي الدرجات. لك بس اغسلها فدوى اروح لك اغسلها. اغسلها الله يخليك اغسلها. لا يعني هسه بذمتك يعني محلفك بذمتك. يعني انت مقتنع انه هاي هسه حياتك يرهمون لها شريك حياة؟ انت حياتك اصلا ما معدل. شلون راح تعدل الشريك؟ انت هسه وضعك يراد له ما ادري شباب. الاخت تروح تخطب الاخوها وبعد زواج الاخو بشهرين تصير الاخت عدوة للعروس. ها
هاي الموضوع ما فسروه حتى العلماء. فسروا لي اذا تعرفون يعني من تضيع مني شغله مثلا شغله بسيطه هيك ضاعت من عندي واسال واحد مثلا اقول له ما شفتها يرجع يسالني انت وين ضيعتها انا اعرف اسالك. والله العظيم يعني انا اعرف اسالك يعني هو انت جاي تقول ضيعتها يعني ليش يقول بعد مثلا اسئله اقول له مثلا اقول لك ساعتي خليتها بمكان ونسيتها وين اقول لك وين خليتها توين خليتها على درون ما سألك ما سألك والله وتعجب تعجب تعجب على ذول اللي يتزوجون ورا شهرين يطلقون بالخطوبة شنو كنتوا تسايفون على ريال ورا شهرين والله يعني ورا شهرين طلقوا بالخطوبة تسوون كل ما تحس حياتك مو حلوة اتذكر انه اكو حاليا شخص جاي يتعرف على شخص وعبالي لقى الشخص المناسب وطالع سالفه جديده من الداين واحد وفلوس وتريد تاخذ منه لازم تشرح له شو تسوي بيهن وليش تريدهن والله حلوه هاي غير فلوس وريتهن هو لازم تشرح له وتبرر له وتحلف له كل هذن وقلت صدق ما تاجي تحلف له الله يصدق هن مالاتي لا والسؤال لك ايش قد تتوقع المبلغ اللي يحل مشاكلك ويريحك نفسيا اللي يحل مشاكلي ما نقول له هواي فد 1,000,000 دولار مشاكلك كثيره يعدل الحكي كله بعد اي والله انا اكون يعني فد 4,000,000,000 دولار لا مو مليار دولار مليون دولار فد 4,000,000 دولار مليونين اعزلين لي ومليونين ادري ايش اسوي اللقطه مال هذا اللي من الهليكوبتر ذب 1,000,000 دولار وجمع إيه؟ العالم إيه؟ والله خلي العالم تجينا تجمع بالرمله بالصحراء مال الرمله لا تخوش هذا والله العظيم والله لو عندي اسويها بتحلو ذب فلوس العالم يجي ابن اخوي جاي له سؤال قال لي له بالمدرسه من اين يستخرج النفط؟ قال لي له من نصب بالفصحى ذهاب واياب بالعاميه رايح جاي خر مر من اخترعها وزارة النقل اسمها خر مر اي والله وزارة النقل مال ايران وزارة النقل يسمونها باللهجة مالتهم خر مر يعني وزارة يعني شلون رايح وجاي وزارة وصلت خر مر خر يعني راح رايح هو خر مر يعني بالايراني خر رايح خر مر خر مر وزارة النقل شلون وزارة هاي خر مر خلي يشوف فنون الرد عند السيلاوي شنو؟ إذا واحد قال لك طابت ليلتك شنو ترد عليه؟ مارد عليه. إيه والله عليه قل مارد عليه. إذا واحد قال لك طابت ليلتك. مارد عليه. ماكو ليلة طابت. ليالينا كلها تعب. أنا علمك فين وين الرد إذا واحد قالت إذا واحد قال لك طابت ليلتك. تقول له لياليك الطائبة. ليالينا كلها تعب. سلاو سؤال. ده. انا من اشوف الحياه حلوه وماشيه صح وياي ليش احس اكو شخصه جايت لي بالطريق بعد لك تنبيه الهي زين يعني انت همت لي لو بس انا هيك كله نفس الشيء اسمك رحمه اسمك مال عجوز على الاقل ماسه هذيك الصغيرونه اسمها ماسه من اسم ماسه اسمك مال وحده عمرها 60 سنة ايه اسمها مو عيد والله تبكي يما نيات يما ولدات يما 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 بدو اروح للاسم الحلو انا ماسة يما ماسة 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 مو رحمة رحمة وين رحمة وين ماسة تبكي ذيش تبكي يم يم صلوات حبيبتي من سماش رحمه؟ غارتي انا سميتك رحمه؟ وينك وحده دموع وتبكي؟ دموع وتبكي؟ اسمها رحمه واسمها مو علوة خوش بعد لا انا احكي وياك ولا انت تحكيني وياي بعد كلش انتهى يلا ها زعلتك شوفي ايوه تخيلتك اليوم انطيتها 25 لين ناجحه يا اولى يلا اعطيني اريد فلوسي تاخذي الحياة ولا اخذها يلا 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 ما انطي اعطيني بوسه
يلا صالحنا صالحنا على مود 25. بس انتي ما تحبيني، تحبيني على مود مصلحة، يعني أنطيك فلوس على مود فلوس. أحبك؟ ما أحبك يعني؟ أنا ما أحبك والله. ما تحبيني والله يا أبو، والله أحبك، أعطيك 25 وأحبك يعني هن مالات يا أبو. أقول لك يا طيني أهن يلا. إذا تحبيني تطيني أهن. تصقدت؟ تصقدت. طبعا أختي هي إن شاء الله أختكم أستاذة بجامعة البصرة، ما أقولكم تدرس شنو يا قسم، خاف أقولكم وناوب تلحون علي. ست من تشوفين طالب الأوتفيت مالته يعني مرتب، أو طالبة الأوتفيت مالتها مرتب علي درجات. يعني الأوتفيت علي درجات، اهتموا بالأوتفيت.